شروق قالت ان حذر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي اللعيبه من التهاون في المرحله اللي جايه، واكد عليهم ضروره الالتزام بتعليماته وتنفيذها بدقه في المباريات اللي جايه، لانه لا مجال لخساره اي نقطه في الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا. وقال ان مباراه فيتا كلوب اللي جايه ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا مهمه جدا، ولازم نحقق الفوز فيها عشان الفريق يضمن الصعود لدور الثمانيه. اما زايد عبد الحفيظ مدير الكوره فطلب من اللعيبه ضروره التركيز في المباريات وما ينشغلوش ابدا بازمه التاجيلات، ويركزوا بس في المباريات اللي بيلعبوها عشان يوصلوا للهدف واللي طبعا كلنا عايزين نوصله، هو الفوز بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله. أما عن المصابين فقرب أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة من المشاركة في المباريات بعد ما تعافوا من الإصابة.